مرحبا بكم مشاهدينا. اليوم جولة استثنائية في مدينة كربلاء، تحديدا في مضيف الدكتور عون حسين الخشلوب، والأجواء الرمضانية راح أشوفكم على أجواء رمضان في مدينة كربلاء بمضيف الدكتور. هاي الأجواء الرحمانية الإيمانية ومجيء المواطنين خصوصا الفقراء من مختلف المحافظات العراقية ومحافظة كربلاء إلى هذا المضيف، راح نشوف ليش هذا السر، يعني هاي الناس بالمئات والآلاف تجي لهذا المضيف التابع للدكتور عون حسين الخشلوب الذي يفتح أبوابه كل يوم في شهر رمضان لتقديم موائد الأفطار والمساعدات للمحتاجين والمواطنين العاديين. خليكم وياي. خدمات مضيف دكتور عون خشلوب؟ والله ما مقصرين الحمد لله، شفت الصيام جاد فطرونه، يعني عظيم كبير عدى الله رب العالمين. من يوم محافظه حضرتك؟ ديوانيه. من الديوانيه، شنو اللي يدفعك كل سنه تجي لهذا المضيف؟ بعد سفره حلوه، سفره رمضان، يعني جمعنا شيء حلو، هذا مبادره حلوه. يعني الله يوفقكم. الاجواء الرمضانيه هنا شو؟ رمضان حلو هنا، كلش حلو كربلاء، انا غير الشيء بس الشيء يعني حلو. طيب شنو يميز اكل المضيف عن باقي الاماكن؟ شو تقول؟ طبخ بدي انا احسن من ما طبخ مطعم، احنا شايفين اشكال مثل تقول السايق، تعرف شلون بالبيت فرغ على راس، ممنونين شهر سفره خير من الله. شو تحب تقول للدكتور؟ والله سلم على الدكتور، يعني الشكر جزيلا لهذا الشكر ويستاهل، يعني والله يوفقه. مشاهدينا الكرام، بعدنا متواصلين وياكم جولتنا الرمضانية اللي تحديدا تركزت في مضيف دكتور عون حسين الخشلوق والاطلاع على الخدمات المقدمة من المضيف والقائمين على المضيف. راح أشوف يعني زائر أو مواطن عراقي شنو رأيه أو شنو أجواء رمضان، شلون شافه داخل مضيف كربلاء عموما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رمضان كريم. شلون هي اجواء رمضان بالمضيف؟ لا خير، رحمه من الله، واحنا كل سنه نجي هنا، يعني مو اول سنه هاي. من يوم محافظه؟ من واسط نعمانيه. نعم. طيب شنو اللي يدفعك تجي كل سنه هنا؟ والله خير هواي، يعني مثل ما تقول يقومون بخدمه الزوار، خير من الله، بركات ابو عبد الله. شلون شفت خدمات المضيف؟ لا رحمه، خير من الله، يعني فوق العالم مثل ما تقول. نعم. يعني انت كل سنه؟ كل صار لي ثالث سنه اجي هنا. نعم. نعم، حتى اجي هنا كل خميس، اجي هنا برمضان. شنو اللي يميز اكل المضيف عن باقي الاماكن؟ والله الاماكن كلها نفس الشيء، بس يعني هنا نجي استراحه قبل الفطور، ومكان يعني واسع ياخذ زوار هواي، وخدمه يعني شويه جيده. من يوم محافظة جاي؟ أنا جاي من الديوانية. من الديوانية؟ من الشامية بالضبط. نعم، من الشامية. طيب شلون شفت الخدمات بالوظيفة؟ والله الخدمات هاي ماكو منها، ونسأل الله يعيدها علينا وعليكم وعلى أمة محمد بالصحة والعافية والأمان. طيب شنو اللي يدفعك تجي كل سنة المضيف دكتور هنا؟ والله نجي سيدنا ومولانا الإمام الحسين عليه السلام،
كل سنة احنا بعد الزيارة تجي للمضيف قبل ونجي للمضيف، المضيف هذا كل سنة احنا متعودين هنا نفطر فطورنا هنا من السادة. شلون شفت الخدمات مضيف الدكتور فشلوك؟ الحمد لله والشكر، خدمات زينة، فطور بما تشتهي النفس، الحمد لله والشكر كل زين. حضرتك من يوم محافظة؟ محافظة الناصرية. من الناصرية؟ نعم. تحديدا من يوم؟ قضاء الرفاعي. من قضاء الرفاعي. نعم. طيب شنو اللي يدفعك تجي كل سنة المضيف الدكتور فشلوك في كربلاء؟ والله طبعا هم مسوينا الأجر والثواب. نعم. وهذا شهر رمضان، شهر الخير والبركة، فإحنا نجي طبعا إحنا سواق من أهل الناصرية قضاء الرفاعي، نجي هنا للتبرك. يعني شنو اللي يختلف أكل المضيف هذا عن بقية الأماكن؟ طبعا أكل للثواب. نعم. وتأخذ راحتك هنا، جو حسينية كبيرة ما شاء الله، وجو حلو طبعا شهر رمضان هذا، وهم ناس مسوينا لوجه الله تعالى، فأكيدا يعني يختلف. نعم. رسالة عندك تحب توجهها؟ والله الله يبارك بيهم اللي قايمين على الحسينية، والله يبارك بالدكتور حسين الخشلوق، وإن شاء الله ربي يزيدها عليهم. دكتور خشلوق ما شاء الله دكتور صار يا خيرك يا ربي. طيب صلي هو متدين. ايه شلون شفت الخدمات؟ الخدمات والله حد يشوفها عينك، خير من الله، النعمة خير من الله. نعم. تشوفها عيونك. انت كلش قد تجي لنا؟ مرات اجي مرات ما اجي. نعم. صار لي تقريبا 4 أيام اجي، 5 أيام تقريبا من وقت رمضان بدا. نعم. رمضان الأسر طبعا مشاهدينا مثل ما شفتوا هذا المواطن، هذا المواطن من اهل الجنوب، يعني يحكي بفطاريه بكل عفويه، يحكي على فطاريته مثل ما شاهدتوا كلامه، يعني حقيقه يعني مو جديده على الدكتور خشلوق من يحتضن الفقراء ومن يحتضن الناس اللي تمشي بعفويته حقيقه، وهذا الشخص من الناس الفقراء حسب ما شاهدته وعرفت من عنده. خليكم ويانا وجولتنا مستمرة. والله خدمات كاملة وخير من الله، وجاي يخدمون الزوار، ونعمة من الله، وسفرة دائمة ونعمة خير من الله. نعم. طيب سبق وان يعني هم شفتوا ايش خدمات وفروا لكم؟ والله خدمات ماك احسن من هالخدمات الحسينيه، هم منا ليوم العيد وما يخدمون الزوار، او خير من الله. طيب منين جاي انت؟ ها جاي منا من كربلاء المقدس. يعني يوميه تتردد على اي يوميه افطر يومهم، او زوار هاي خير من الله جاي تجينا ورحمه من الله. رسالتك الدكتور شنو؟ ها؟ رسالتك الدكتور خشلوق شنو؟ والله الدكتور الله يوفقه على هالمبادره وعلى هالخدمه يسويها، جاي يخدم من الزوار ويخدم خير من الله، زوار جاي يجيب اكل ونعمه من الله. والله خدمات عال العال، وإن شاء الله يبارك بهم الله وأهل البيت الحسين إن شاء الله، لأنه سفرة رمضانية تدري أنت، الحمد لله والشكر وما مقصين الوليد، وإن شاء الله سفرة دائمة وخير وبركة إن شاء الله. طيب كل سنة أنت تجي للمضيف؟ والله كل سنة أنا هنا وكل خميس. شنو اللي يعني خلاك تجي للمضيف كل سنة يجبرك؟ والله خدمة حلوة وكلش حلوة، والولد يعني ما مقصين، يعني كل جهودهم يعني ما جاي يقصرون، وخدمة حلوة والله يبارك بهم. شو توجه رسالة للدكتور الآن؟ والله نقول له الله يبارك بيه ورمضان كريم عليه، وإن شاء الله بيعودها عليه،
ربي وأهل البيت بالصحة والسلامة كل سنة عليه إن شاء الله. كلش قد تجي المضيف الدكتور عون؟ والله كل يوم معنا رمضان هذا متعودين عليه كل سنة الأربع يوم معنا نقضيه. طيب شنو اللي يخليك تجي للمضيف؟ أول هي خدمة زايدة، الثانية بخدمة زوار الحسين، احترام للزاير. نعم. أنا شغلة يعني شغلتكم نظامية حسب الأصول. نعم. تتعنى على الوادي من بعيد. احنا هاي الثلاث سنين أربع سنين احنا بهذا اللي. كل جمعة هنا احنا هالأربع جمعة مرة. شنو يميزك للمضيف عن بقية الأماكن؟ هنا كل متبهر به باللبن بالأكل بالهذه يعني ايش قاعد ذاكر براحة وفراش مفروش. نعم. والله يوفقكم والله يستركم. شو تحب تقول عبر التغيير؟ ها؟ شو تحب تقول عبر قناة التغيير هسه؟ ونعمة من الله، نعمة من الله بخدمة الحسين وزوار الحسين هذول وبخدمتهم عرفت؟ وما عايزين من شيء من فضل الله، كل شيء متوفر عندكم. نعم. الراحة والماي واللبن والأكل والقعدة والله يوفقكم. ما محتاجين شيء؟ الحمد لله. شلون شفت الخدمات هنا بالمضيف؟ ما شاء الله خير من خدماتنا خير من الله ما شاء الله احسن خدمات والله العظيم. نعم يعني خير شو تباعوا اللبن الاكل خبز كل شيء يعني جماعه ما مقصر كل شيء موفر وزايد. مشاهدينا الى هنا انتهت جولتنا لهذا اليوم التي تركزت في مضيف الدكتور عون حسين الخشلوق والاطلاع على واقع الخدمات المقدمه من قبل العاملين والقائمين في هذا المضيف الكائن في محافظه كربلاء والذي يفتح ابوابه كل يوم في شهر رمضان المبارك. الى اللقاء.